عنوان حلقة اليوم: هل الكتاب المقدس موحى به من الله؟ وماذا نعني بالقول الكتاب موحى به من الله؟ سأقرأ بنعمة الرب آيات وردت في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 3 من عدد 16: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. بداية أقول إن كلمة موحى به من الله باليوناني ثيوبنوستوس، ومعناها في ترجمة حرفية أنفاس الله، بمعنى أن الوحي هو متنفس فيه. مين اللي تنفس؟ هو الله. تخيل عندما الله ينفخ أو يتنفس في شيء، ما الذي سيحدث لهذا الشيء؟ احنا عندنا في سفر التكوين أصحاح 2 عدد 7: الله جبل آدم ترابا من الأرض، كتلة طين، بس بعد كده يقول: ونفخ الرب الإله في آدم نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. يعني كان شوية طين شوية تراب، وبعدين لما الله نفخ أصبح عبقري بإمكانيات هائلة. شوف الإنسان قد إيه متفوق على كل خليقة الله، والسبب في ذلك نفخة الله، نسمة الله. هذا ما حدث مع الكتاب المقدس المتنفس فيه. عشان كده مثلا نقرأ في عبرانيين أصحاح 4 الآية 12 بيقول لنا: لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. يبقى كلمة الله حية، مش بس حية، وتعطي الحياة. الرب في إنجيل يوحنا أصحاح 6 عدد 63 وعدد 68 يقول: الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. وبطرس قال للمسيح: يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك. يبقى إذن وحي الكتاب المقدس، الله تنفس في هذا الكتاب فأصبحت حروفه وكلماته مش مجرد كلمات، لكنها كلمات الله التي تعطي وتهب الحياة للمائتين. في الحقيقة دي بنشكر ربنا على هذا الكتاب الموحى به من الله. كان يستحيل استحالة مطلقة أن الإنسان يعرف الله بعقله. طبعا نعرف أن في الله، لكن مين هو الله؟ إذا كنا لم نستطع بعقولنا أن ندرك خليقة الله، ما قدرناش بالتلسكوبات الجبارة العملاقة أننا نجيب آخر خليقة الله، فالله مش هنقدر نقول ان انا عرفته بالعقل، عرفت كل حاجة عنه، لكن كان ينبغي ان الله يتنازل ويعلن لنا عن ذاته. علشان كده نقرأ في سفر التكوين كلمة رائعة، ده اول اصحاح تكوين اصحاح 1، اول اصحاح في الكتاب المقدس، نقرأ عن 11 مرة الرب بيكلمنا: قال الرب، قال الرب، قال الرب، قال الله، قال الله، 11 مرة الله متكلم. في أصحاح 2 الله تكلم مع آدم، أصحاح 3 بعد السقوط الله أيضا تكلم مع آدم، مش بس آدم، لكن قايين في أصحاح 4 الرب تكلم معاه، في أصحاح 5 صار أخنوخ مع الله، في أصحاح 6 من سفر التكوين الرب تواصل مع نوح، بعد كده مع الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إذن نحن سعداء بهذا الكتاب اللي بيقول لنا إن الله دريان بيكم، حبيبكم، عاوز يتواصل معاكم، ولذلك أعطانا الكتاب. الفترة من آدم لغاية موسى، وموسى هو أول من كتب وحيا، أول من كتب كتابا من عند الله، الفترة دي 2500 سنة تقريبا، لكن ربنا دعم الشهادة الشفاهية بالأعمار الطويلة. يعني الرب كان في الوقت ده الناس بتعيش
أكثر من 900 سنة، حتى أن المسافة العملاقة 2500 سنة من آدم لغاية موسى ممكن نغطيها بخمس أجيال فقط، لكن قصرت الأعمار وصلت إلى ما هو حاصل الآن. فالرب أعطى لموسى أن يكون أول من يكتب كتابا، فكتب لنا كتاب، ونرى الكلام ده في سفر الخروج أصحاح 17 لما يقول الذي أكلمك به اكتبه في كتاب وضعه في مسامع يشوع. يبقى إذن الله دعم الشهادة الشفاهية عندما كانت الشهادة مش مكتوبة، دعمها بالأعمار الطويلة، ولما قصرت الأعمار الله أعطى وحيا مكتوبا. إيه فايدة الوحي المكتوب؟ في الحقيقة فايدته كثيرة: حفظ كلمة الله من النسيان، حفظها من التلف عن طريق ناس أشرار، لأن احنا عارفين الشيطان يكره الله ويكره أن يكون في كتاب. وأول حرب شيطانية قالها لحواء، لما الشيطان قال لحواء حقا قال الله، يبقى حفظها من النسيان، حفظها من التلف، وأيضا لكي تنتقل من جيل إلى جيل، ولكي تنتقل من مكان إلى مكان. في الحقيقة احنا بنشكر الرب زي ما قلت على الوحي، لكن أريد أن أميز بين الوحي والإعلان. في فرق بين الوحي والإعلان. الوحي من فكر الله أو من قلب الله إلى فكر آنية الوحي الرسول أو النبي، لكن بعد ذلك ده الإعلان. لكن الوحي عندما يمتلك الرب، يمتلك الروح القدس هذا الإناء، هذا الشخص، فيحمي من الخطأ على الإطلاق، ويسجل فكر الله دون أدنى خطأ. مرة تاني أقول إن الإعلان من الله للإنسان، للنبي أو الرسول، ثم عندما يبدأ هذا النبي أو هذا الرسول بالكتابة الروح القدس يمتلكه ويعصمه من أي خطأ. هذا هو الوحي. بنشكر الله على الإعلان، بدونه ما كناش هنعرف الله، وبنشكر الله على الوحي اللي بدونه كان ممكن تصلنا أفكار الله مشوهة، لكن شكرا لله فلقد أعطانا وحيه، أعطانا كلمته. وكما ذكرت في البداية أن الوحي معناها أنفاس الله التي تهبت الحياة، الحياة الأبدية.